أعطي الكلمة لأحد أعضاء المجلس الذين يرغبوا في إعطاء كلمتي. أن أعطي الكلمة للولايات المتحدة الأمريكية. سيد السلبي لعضو دائم واحد في مجلس الأمن. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيان بعد التصويت. وأعطي الكلمة للولايات المتحدة. شكرا سيدتي الرئيسة. أيها الزملاء، تأسف الولايات المتحدة لأن المجلس يواجه هذا الموقف من جديد. لقد عملنا لأسابيع لنتفادى هذه النتيجة، وقد أوضحنا خلال المفاوضات أننا لن نؤيد وقفا غير مشروط لإطلاق النار دون الإفراج عن الرهائن، لأنه وكما دعا هذا المجلس في السابق فإن النهاية الدائمة للحرب تتوقف على الإفراج عن الرهائن. هذان الهدفان الملحان مترابطان. هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار هذه الضرورة، وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة أن تؤيده. بتعبير بسيط فإن هذا القرار كان سيوجه رسالة خطيرة لحماس، وكأنه ما من حاجة للعودة لطاولة المفاوضات. حماس كانت سترى في ذلك تأييدا لاستراتيجيتها لكي ينسى المجتمع الدولي مصير جميع هؤلاء الرهائن، وهم من 20 من الدول الأعضاء وقد احتجزوا لفترة طويلة للغاية. لا ينبغي أن نترك ذلك يحدث أبدا. دعوني أتوخى الوضوح، ما زال هناك 7 من المواطنين الأمريكيين بين يدي حماس ولن ننساهم. ومن جانبنا سنواصل السعي لحل دبلوماسي لتحقيق السلام والأمن والحرية للفلسطينيين في غزة. الولايات المتحدة مع الشركاء في المنطقة قد عملت وبذلت جهودا دؤوبة لبلوغ مثل هذا الاتفاق، لكننا لم نبلغ هذه النتيجة بعد. لماذا؟ لأن حماس قد رفضت صفقة تلو صفقة تلو صفقة، وما زال هناك بعض الأعضاء في هذا المجلس الذين لا يتحدثون عن تعنت حماس ويرفضون إدانة حماس، وبالتالي فإن القرار من جديد لم يستوفي الشروط. بعض الأعضاء في مجلس الأمن لا يودون النظر في الواقع اليوم. ليست إسرائيل من تمنع وقف إطلاق النار أو الاتفاق بشأن الرهائن، حماس هي التي تفعل ذلك. إسرائيل قالت إنها مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار مقابل تبادل أو إطلاق سراح بعض الأسرى، وبعد ذلك العمل على إعادة كل رهينة إلى دياره. الرسالة التي نوجهها إلى العالم من خلال قراراتنا مهمة، وفي هذا القرار كانت هناك عدة مشاكل أخرى، من بينها الافتقار إلى إدانة حماس على هجوم 7 أكتوبر. من غير المنطقي أن يكون أكثر من 13 شهرا قد مر على ذلك وهناك عدة أعضاء في المجلس يرفضون الاعتراف بأن حماس هي التي بدأت هذا النزاع. حماس هي التي وضعت الملايين من المدنيين الفلسطينيين في خطر وأخذت المنطقة برمتها إلى الهاوية إلى حافة الحرب. لقد توخينا الوضوح، هذه الحرب ينبغي أن تنتهي، وينبغي إطلاق سراح الرهائن، وينبغي للمدنيين الفلسطينيين أن يعيدوا بناء حياتهم وبشكل فوري. فقد توخينا الوضوح الشديد إزاء إسرائيل وقلنا لهم إن عليهم مسؤولية تيسير وصول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، وشروط ما ننتظره من إسرائيل قد أدت إلى تغيير بالفعل في نهج هذا البلد. الدبلوماسية الأمريكية ستواصل الضغط لتيسير وصول المزيد من المساعدة إلى قطاع غزة وفي شتى أنحاء القطاع مع تنفيذ تدابير ملحة لتحسين الظروف في الميدان. نأسف لأن المجلس كان بإمكانه أن يضع صيغة اقترحتها المملكة المتحدة لحل هذه المشكلة، وبهذه الصيغة كان من الممكن اعتماد مجلس كان من الممكن اعتماد القرار، وكان من الممكن للمجلس أن يغير الوضع في الميدان.
وقد اقترحنا أيضا عدة صيغ خلال الأسابيع الماضية، وكان من الممكن سد الفجوة وتوحيد الصف. ورغم هذه المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة على مدار هذه العملية، فإن العديدين في المجلس لم ينظروا فيها بجدية وأصروا على مسار يؤدي إلى الانقسام، والبعض كان يفضل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقد عوضا عن الاتفاق على نص، وهذا أمر غير مقبول، ليست هذه الطريقة التي ينبغي أن نعمل بها. رغم إخفاق المجلس في تحقيق التوافق، وأكرر أنه كان من الممكن تحقيق ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواصل العمل لتحسين الأوضاع الإنسانية في الميدان، وكما قلنا سابقا فإن هذا يستوجب الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة حتى تصل إلى كل من يحتاجون إليها. أيها الزملاء، في ختام حديثي هذا أود أن أؤكد أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا واضحا للغاية منذ بداية هذه الحرب. من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد أسوأ مجزرة تعرض لها اليهود منذ المحرقة، وقد بذلنا جهودا أكثر من أي بلد آخر لتحسين الأوضاع الإنسانية بالنسبة للمدنيين في غزة، حتى مع كون الأوضاع سيئة للغاية، وقد عملنا أكثر من غيرنا مع حكومة إسرائيل للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في هذا النزاع، وسنواصل التشديد لدى إسرائيل على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الأرواح. الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين لدعم السلطة الفلسطينية لكي تكون قادرة على حكم كل من الضفة الغربية وغزة، ونركز على جهود التكامل الإقليمي لزيادة الاستقرار والحد من أسباب انعدام الاستقرار، ولن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين. من الضروري أن ننهي هذه الحرب بطريقة تفتح المجال أمام الحوكمة والأمن وإعادة الإعمار في غزة، مع إعادة الكرامة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم في حرب لم يدعوا إليها. ينبغي أن ننظر إلى مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في دولتين ديمقراطيتين، ويحظون جميعا بالحرية والكرامة بشكل يجعل إسرائيل آمنة في حدودها. وقف غير مشروط لإطلاق النار يعني القبول باستمرار سيطرة حماس على قطاع غزة، والولايات المتحدة لن تقبل بذلك أبدا، عوضا عن اعتماد قرار يشجع حماس ينبغي أن نجبرهم على الامتثال ل 2735 دون أي شروط إضافية ودون تأجيل، وينبغي أن تيسر إسرائيل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية عبر غزة، وينبغي أن نعمل لإنهاء ضحايا حماس العديدين منذ 7 أكتوبر. هذا القرار كان سيوجه رسالة خاطئة للأطراف، ولكن جهودنا ودبلوماسيتنا في الميدان ستدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح. ندعو الآخرين في هذا المجلس إلى الانضمام إلينا. شكرا سيدتي الرئيسة.